السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني المتوسط. لازلنا في موجات الصوت، سوف نتكلم تحديدا عن سرعة الصوت والتردد وحدة الصوت. ما هي يا ترى؟ ذكرنا أن الوحدة السادسة تتكون من فصلان، الفصل الحادي عشر يتكلم عن الطاقة الحرارية، أما الفصل الثاني عشر فهو يتكلم عن موجات الصوت والضوء، ولا زلنا في موجات الصوت. في هذا الفصل لدينا ثلاثة دروس، الدرس الأول الموجات وانتهينا منه بالكامل، أما الدرس الثاني فهو موجات الصوت ولا زلنا في هذا الدرس. ما هي نوع موجات بشكل عام؟ الموجات لدينا موجات ميكانيكية ولدينا أيضا موجات كهرومغناطيسية. بالنسبة للموجات الميكانيكية ذكرنا أن هناك ثلاثة أشكال منها، لدينا المستعرضة ولدينا الطولية وأيضا السطحية، ذكرنا أنها التي تحدث في الزلازل. أما الموجات الكهرومغناطيسية فسوف نتطرق لها في موجات الضوء. ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس؟ الأهداف وصف كيف تتولد موجات الصوت، تفسير كيف تنتقل موجات الصوت عبر المواد، وصف العلاقة بين علو الصوت وشدته. الأهمية معرفتنا بعلم الصوت تساعدنا على حماية من حاسة السمع لدينا. مراجعة المفردات، ماذا يعني إدراك؟ هو الإحساس أو التمييز أو فهم الأشياء. المفردات الجديدة: شدة الصوت، حدة الصوت، وتكرار الصدى. إذا نتعرف الآن على خصائص الصوت، نسترجعها سويا. خصائص الصوت: لدينا نوع الموجات الصوتية تطرقنا لها في الحصة الماضية، هي طولية. سرعة الموجات الصوتية ما هي؟ نتعرف عليها اليوم. علو الصوت أيضا اليوم. تردد وكذلك حدة الصوت وأيضا انعكاس الموجات الصوتية. ولكن في الحصة الماضية توقفنا عند هذا النشاط. اختر أو اختاري الإجابة الصحيحة. مناطق الهواء التي تشمل على عدد كبير من الجسيمات تسمى تخلخل أم اهتزاز أم انضغاط أم الطاقة؟ نعم، هي انضغاطات. تنتج الاهتزازات الناتجة عن شفرات الطائرة المروحية موجات صوتية ماذا؟ ضعيفة أم قوية؟ قوية جدا. تسمى سلسلة التخلخلات والتضاغطات التي تنتقل عبر المادة بالصوت أم الموجة الصوتية أم اهتزاز أم وسط الموجة؟ نعم، يسمى موجة صوتية. تسمى المادة التي تنقل الموجة من خلالها أو تنقل المادة الموجة من خلالها الصوت الموجة الصوتية أم اهتزاز أم وسط الموجة؟ تسمى وسط الموجة. ومثل الموجات جميعها تحمل موجات الصوت أو تحمل موجات الصوت الطاقة أم الموجة الصوتية أم الاهتزاز أم وسط الموجة؟ ماذا تنقل؟ تنقل الطاقة وليس المادة. سرعة الموجات الصوت على ماذا تعتمد؟ تعتمد على الوسط الناقل، فتنتقل موجات الصوت أسرع في الأوساط الصلبة عن الأوساط السائلة والغازية، وأيضا تعتمد على درجة الحرارة، فتزداد سرعة الصوت في الهواء من 331 متر لكل ثانية عند درجة 0 درجة سيليزية أو مئوية إلى 349 متر لكل ثانية عند 30 درجة سيليزية. شاهدوا معي هذا الجدول، يعطينا مجموعة من الأوساط، لدينا الهواء والزجاج والفولاذ والماء وماء البحر والمطاط
والماس والحديد. وهنا السرعات، لاحظوا كيف تختلف السرعات. من أكثر سرعة يا ترى؟ من أكثر؟ نلاحظ قد يكون لدينا هنا 12,000، هنا يكون أكثر. إذن بعض المواد الصلبة تكون أكثر توصيل للصوت، لذلك كان الناس يتنبؤون بقرب وصول القطار عن طريق وضع الآذان على سكة الحديد. كيف يكون ذلك ولماذا يستمعون وضع يضعون آذانهم على سكة الحديد؟ واربطوا ما تكلمنا عنه وتطرقنا له في بداية الفصل عن حركة الثعبان، لماذا يكون ملاصقا للأرض؟ تنتقل الاهتزازات إلى ممتاز الخلايا السمعية الموجودة في الأذن، لأن سرعة الصوت في المواد الصلبة كالفولاذ أعلى من سرعته في الهواء، لذلك تصل الأمواج الصوتية من خلال سكة الحديد بسرعة أكبر قبل وصول القطار. تعرفنا على مصدر الصوت وسرعته، ولكن دعونا نتأمل ونفكر قليلا، ما الذي يجعل الصوت خافت أو عالي؟ ما هو السبب في ذلك؟ لدينا هذا النشاط، الهدف من النشاط التعرف على تأثير الطاقة في علو أو انخفاض الصوت. المواد فقط جرس يدوي. ما هي الخطوات؟ نقوم بهز الجرس اليدوي برفق ونلاحظ علو الصوت. نكرر الخطوة السابقة ولكن بهز الجرس بقوة ونلاحظ الفرق بين الحالتين. لنبدأ سويا في هذا النشاط. لدينا جرس يدوي، نريد أن نطبق الحالتين. في المرة الأولى سيكون الطرق برفق، كيف كان الصوت؟ الخطوة الثانية نطرق الجرس بقوة، كيف لاحظتم التردد أو صوت لديكم؟ نعيد أقوى. إذن ماذا نستنتج من هذه التجربة؟ على ماذا يعتمد الصوت حينما يكون منخفض أو يكون عالياً؟ ما هو السبب؟ نعم أحسنتم، هي الطاقة. إذن متى يكون الصوت عالياً ومتى يكون منخفضاً؟ عند هز الجرس أو طرق الجرس بقوة يكون عالي، وعند هز الجرس أو طرق الجرس بلطف يكون منخفض. ماذا نستنتج من ذلك؟ ما علاقة علو الصوت بالطاقة أو المصدر؟ يعتمد علو الصوت وانخفاضه على الطاقة الصادرة من المصدر. من كان المصدر في هذه التجربة؟ نعم أنا، أحسنتم، أنا الذي حددت هذا الصوت حينما طرقته بقوة أو برفق. فالصوت العالي يحمل طاقة أكبر، بينما الصوت المنخفض يحمل طاقة أقل. إذن لدينا هذا الشكل، يعتمد علو الصوت على كمية الطاقة التي يحملها موجات الصوت. فالصوت العالي يحمل طاقة أكبر مما يحمله الصوت الخافت. لعلكم لاحظتم تغير درجة صوت منبه سيارة للإسعاف أو الشرطة أثناء اقترابها منا أو ابتعادها عنا. ما تفسير ذلك يا ترى؟ ما السبب؟ أحيانا نستمع الصوت يكون عالي للسيارة، سيارة الإسعاف أو الشرطة، وأحيانا يكون الصوت بعيدا.
هل يكون له علاقة بالمصدر أم أنه يكون سبب آخر؟ لنستمع إلى هذا الصوت. ماذا حدث لهذا الصوت؟ ماذا لاحظتم؟ الصوت حينما اقترب إلينا كان عالياً، وحين ابتعد أصبح الصوت بعيداً. ما سبب أو ما تفسير ذلك؟ شاهدوا معي هذه الصورة. هنا شخصان A و B، وهنا سيارة الإسعاف أو كما شاهدنا سيارة الشرطة. يا ترى برأيكم من سيكون الصوت لديه عالي أو سيسمعه بشكل عالي، A أم B؟ لاحظوا هنا مجموعة من الموجات، من ستكون أقرب؟ ستكون أقرب عند الـ A، إذن سيستمع إليها B أكثر، لذلك سيحدث هنا زيادة في الصوت. أما هنا بدأ يبتعد، يبتعد من؟ الطول الموجي، إذن الصوت يكون قليلا، وهذا ما يسمى بشدة الصوت. ما هي شدة الصوت؟ هي كمية الطاقة الصوتية التي تحملها الموجة وتعبر مساحة خلال ثانية واحدة. تعتمد على المسافة عن مصدر الصوت. ذكرنا قبل قليل سيارة الإسعاف عند A قريبة، إذن الصوت عالي، أما عند B كان بعيد، إذن تتناقص شدة الصوت كلما ابتعدنا عن المصدر. أما السعة تزداد شدة الصوت بزيادة سعة الموجة، والعلاقة طردية. شاهدوا هذا الشكل الذي يفسر ما ذكرناه قبل قليل. تتناقص شدة موجات الصوت كلما انتشر الصوت بعيداً عن مصدره، حيث تتوزع الطاقة التي تحملها موجات الصوت على مسافة أكبر. وهذا ما يسمى بظاهرة دوبلر. مرة أخرى، ظاهرة دوبلر. ماذا ذكر هذا العالم؟ هي ظاهرة تغير في التردد والطول الموجي للموجة، كما يلاحظه المشاهد الذي يتحرك بالنسبة لمصدر الموجة، حيث تتضاغط الموجات الناتجة عن اقتراب المصدر فيقل الطول الموجي. حينما يقترب من المصدر يقل الطول الموجي، إذا ابتعد عن المصدر زاد الطول الموجي، وبالتالي يزداد لها التردد والحدة، فيزداد الطول الموجي لها ويقل التردد حينما تبتعد عن الموجات أو تتباعد هذه الموجات. تحدث هذه الظاهرة إذا كان مصدر الصوت إما متحرك والكاشف ثابت، أو كلاهما متحرك. أحياناً نسمع ذلك أثناء سيرنا في الطرقات، إذا كنا نتحرك بالسيارة وأتت بجانبنا سيارة الإسعاف أو الشرطة، إذا اقتربت الصوت المصدر قريب منا، إذن سوف يكون الطول الموجي قليل، إذن يكون الصوت عالي. علو الصوت يعد السمع من الحواس الخمس التي تمر بها عدة مراحل حتى نستطيع السمع، بدءا من استقبال الصوت المنبعث إلى من المصدر إلى الأذن، ثم يترجم في مركز السمع في المخ،
لأن الصوت أساس العملية السمعية، فإن طريقة استجابة الأذن للصوت تعتمد على مقياس ما يسمى بشدة الصوت أو ديسبل. مرة أخرى، المقياس الذي يعتمد عليه هو ديسبل. ما هو مقياس شدة الموجات الصوتية؟ ديسبل يرمز له ب دي سمول بي كابيتال. نسبة لمخترع الهاتف جراهام بيل. هناك قاعدة في هذا المقياس، إذا زاد مستوى شدة الصوت بمقدار 10 ديسبل الطاقة تتضاعف إلى 10 أضعاف، أما علو الصوت يتضاعف إلى 2. لماذا؟ 10 ضرب 1 حيصبح لدي 10، إذن هي تتضاعف إلى 10، الطاقة تتضاعف إلى 10، كأني أضرب 1 في 10 حيصبح لدي كم؟ 10، إذن تضاعفت إلى 10 أضعاف، لكن علو الصوت 2 فقط. أما عند زيادة مستوى شدة الصوت بمقدار 20، الطاقة تحملها تتضاعف إلى 100، كيف؟ 10 ضرب 10 100، إذن الطاقة تضاعفت إلى 100 ضعف. علو الصوت تضاعفت إلى 4 مرات. مقياس ديسبل هو مقياس تضاعفي كهذا الشكل، حيث تتضاعف الطاقة كلما زاد ديسبل. 10 ديسبل حتتضاعف الطاقة إلى كم؟ 10، علو الصوت 2، أحسنتم. 20 ديسبل 10 ضرب 10 حيكون 100، الطاقة تضاعفت إلى 100 لكن علو الصوت 4. 30 ديسبل 10 ضرب 10 ضرب 10 يصبح لدي 1000، الطاقة تضاعفت إلى 1000، كم ضعف؟ كانت 4 حتكون 6، أحسنتم. لذلك مقياس ديسبل الموجود لدينا في هذا الشكل، هناك مدى معين يستطيع الإنسان سماعه. هذه بعض الأصوات بمقياس ديسبل التي تحدد شدة كل صوت. تحققي ما هي نسبة مستوى شدة صوت جزارة العشب، جزارة العشب، إلى مستوى شدة الصوت في مطعم مزدحم. أين مطعم مزدحم والجزارة؟ هذا المطعم صح؟ أين الجزارة؟ هنا. كم نسبة مستوى الشدة؟ الفرق بينهما، لاحظوا، الجزارة كم؟ 110، مطعم المزدحم 80، إذن 110 ناقص 80 الفرق بينهما كم؟ 30، إذن علو الصوت كم؟ 6، لأننا ذكرنا 10 ضرب 10 ضرب 10 حيصبح 1000، الطاقة 1000 لكن العلو 6. ما هو المدى الذي يستطيع الإنسان سماعه؟ هنا مجموعة من المدى لبعض الأدوات أو الأجهزة وشدتها، ولكن حينما يزداد عن 110 وأكثر، 110 هنا هذا الحد الذي يستطيع الإنسان تحمله، أكثر من 110 يصبح خطير على الأذن أو على السمع. يستطيع الإنسان من الطبيعي أن يسمع من 0 ديسبل المنخفض مثل التنفس حفيف الشجر، إلى 110 ديسبل الحد الأعلى اللي هو كصوت صراخ الطفل. أكثر من 110 يعتبر يصبح هنا إزعاج بالأذن يؤثر على السمع. إذا ما هو التردد؟ هو عدد الاهتزازات التي ينتجها الجسم خلال الثانية الواحدة، وحدتها أيضا هيرتز. ما الذي يحدد التردد؟ ترددها يختلف حسب المصدر، فتردد الطائرة عند الإقلاع مثلا 4000 هيرتز،
أما تردد الأصوات الصادرة عن الطيور 20 هيرتز. فماذا تعلمنا هذا اليوم؟ موجات الصوت موجات طولية تتولد عن اهتزاز الأجسام، تعتمد سرعة موجات الصوت في المادة التي تنتقل خلالها على طبيعة المادة ودرجة الحرارة. شدة الصوت هي مقدار الطاقة التي تنقلها الموجة خلال وحدة المساحة في الثانية الواحدة. شدة الصوت تقاس بوحدة ديسبل، رمزه دي سمول بي كابيتال. علو الصوت هو إدراك الإنسان لشدة الصوت. ما هي خصائص الصوت؟ نستكملها. النوع موجات طولية، سرعتها حسب نوع الوسط الناقل ودرجة الحرارة. علو الصوت يعتمد على كمية الطاقة التي تحملها الموجات الصوتية حسب المسافة والسعة. التردد هو عدد الاهتزازات التي ينتجها الجسم خلال الثانية وتقاس بوحدة الهيرتز. ما هي يا ترى الوحدة؟ حدة الموجات وانعكاس الصوت. هذه جميعا سوف نتعرف عليها في الحصص القادمة. طلابي وطالباتي، دعونا نجيب على هذه الأسئلة. كيف تؤثر درجة الحرارة في سرعة الصوت في المادة؟ ذكرنا حتى يكون الصوت عاليا تكون درجات الحرارة عالية. تزداد سرعة الصوت كلما ارتفعت درجة الحرارة. أيضا لدينا سؤال، إذا تعرض الإنسان لشدة أصوات أكثر من 120، ذكرنا أنه 110 كحد طبيعي، أكثر من 120 ديسبل كصوت الدراجة النارية، ماذا سيحدث؟ يحدث ضعف في السمع. يختلف شدة الضعف حسب نسبة التعرض لهذه الأصوات المزعجة، ويسمى هنا تلف السمع، وهو التعرض الدائم على أصوات تتجاوز شدتها أكثر من 85 ديسبل والتي تسبب تلف السمع. لذلك ذكرنا من الأهمية علينا التعرف بعلم الصوت الذي يساعدنا على حماية الأذن وحاسة السمع. نشاطنا المنزلي، ماذا قرأت؟ كم مرة تتضاعف طاقة الصوت إذا زاد مستوى شدته بمقدار 30 ديسبل؟ طلابي وطالباتي، عليكم بحماية السمع، لأن السمع نعمة، والتغذية الصحية وممارسة الرياضة، ودمتم سالمين، فمان الله.